أهلا بكم في هذه التغطية الخاصة التي نلقو من خلالها مجريات اليوم السادس بعد المئة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتستمر الاشتباكات بين قوات الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، خاصة هذه المرة في جنوب القطاع. والجيش الإسرائيلي يعلن عن دخوله وإيجاده لمصنع لتصنيع الذخائر والصواريخ القسام التي كانت ربما بحجم تقابل 800 صاروخ. بعد قليل سنكون مع شبكة مراسلين في الميدان وضيوفي، ابقوا معي. ونبدأ هذه النشرة مع في قطاع غزة، عفوا إلى الجهة الشمالية، ومراسلنا بليغ صلاح الدين متواجد هناك. تحياتي لك بليغ. بليغ، إذن صورة المشهد لديك وآخر التطورات الميدانية. نعم وسام، يعني الهدوء ما زال سيد الموقف في الساعات الأخيرة على الأقل في هذا اليوم الذي بدأ بشكل صاخب ومختلف تماما عن هذه الساعات. بدأ باغتيالات كما تحدثنا في السابق في كل من سوريا ولبنان منسوبة إلى إسرائيل بدون إعلان إسرائيلي حتى اللحظة بشكل مباشر مسؤوليتها عن هذه الاغتيالات، لأن كل من هذه الاغتيالات يعني يعتبر فعلا تصعيد خطير في الجبهة الشمالية في العمق السوري في العاصمة السورية دمشق، وكذلك في العمق اللبناني في مدينة صيدا الساحلية. لنبدأ من سوريا، حيث يعني قتل 5 قياديين ومسؤولين كبار في حرس الثورة الإيراني، نتحدث عن مستشارين عسكريين بحسب الوصف الإيراني، ومعهم أيضا قتل 5 أشخاص آخرين على الأقل في استهداف لأحد المباني التابعة على ما يبدو لي يعني القوات الإيرانية هناك. على الأرجح يعني نتحدث عن مبنى للمخابرات في سوريا. في البداية كان هناك حديث عن شخصية بارزة تعتبر يعني قيادية في كل مسألة المخابرات التابعة لإيران في سوريا، ولكن على ما يبدو هذا الاسم لم يكن موجودا بين قائمة الأسماء التي أعلنتها إيران بشكل رسمي أو الحرس الثوري بشكل رسمي من بين أسماء القتلى هؤلاء. إيران بنفسها قالت أنها سوف ترد على هذه الاغتيالات في الوقت المناسب، ويعني تريد أن تخون أن إسرائيل تريد أن تأخذ الأمور إلى جهة التصعيد في المنطقة بشكل عام. من جهة أخرى في لبنان نتحدث عن 4 قتلى، 2 منهم تابعون لحزب الله. أيضا هنا كان في البداية يعني حديث عن أن هؤلاء تابعون لحماس، ولكن في النهاية اتضح أن يعني نتحدث عن عناصر لحزب الله، حتى أن حزب الله أعلن أسماء هؤلاء المقتولين كلاهما من صفوفه، يعني أيضا نشطاء يعتبروا مسؤولين كبار في الجناح العسكري في حزب الله. و يعني هذه الجبهة كذلك تعتبر الأكثر حساسية من ناحية يعني احتمالية التصعيد. نذكر في الأمس يعني كان هناك صافرات انذار في حيفا، والجميع اعتقد أننا نتحدث عن استهداف لمدينة حيفا. بطبيعة الحال لو كان هذا الوضع كنا سنكون في يعني جبهة مختلفة الآن على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. على الحدود نفسها صافرات انذار انطلقت في ساعات ما بعد الظهيرة، عرب العرامشة، زرعيت، بلدات أخرى يعني قريبة من الحدود. لا وجود أو حديث عن يعني قتلى، سقوط قذائف في مناطق مفتوحة والجيش الإسرائيلي يرد كذلك. إذن يعني هذه هي الصورة الميدانية وسام هنا في هذه الساعات التي يعني باتت هادئة في هذا اليوم الذي يعني نستطيع نقول أنه بدأ فعلا بشكل صاخب وكبير. مراسلنا من الحدود الشمالية بليغ صلاح الدين، شكرا لك على كل هذه المعلومات، وسنعود معك أيضا في تغطيات أخرى. توجه الآن إلى الجبهة الجنوبية ومراسلنا من غلاف غزة عمر ربيع، تحياتي لك عمر. إذا عمر، في الشمال يعني يقول بليغ بأن الهدوء هو سيد الموقف، ضعني بما تلمسه أنت في صورة الموقف لديك في الجنوب.
نعم وسام، إذا الصورة في الجنوب لا تختلف كثيرا عن الصورة في الشمال، لأن الجبهة الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة أيضا بها سيد الموقف هو الهدوء، لا يوجد هنا صافرات إنذار منذ يوم أمس. أيضا الجيش الإسرائيلي لم يصدر الكثير من البيانات التي تعلن عن نشاطاته المكثفة داخل قطاع غزة، الأمر الذي يعني يدلل على ما يبدو بأن النشاطات قد انخفضت وتيرتها بشكل يعني ملموس. ولكن نريد أن نشير إلى التقرير الذي نشرته صحيفة يدعوت أحرونوت اليوم، والتي يعني أفاد موفدها إلى داخل قطاع غزة، يعني مراسلها العسكري الذي يعني رافق القوات الإسرائيلية البرية الفاعلة في محور خان يونس. وفي التقرير يعني نقل المراسل العديد من الشهادات والإفادات من الجنود الإسرائيليين الفاعلين في خان يونس، وبحسب يعني هذه الشهادات فإن الجنود قالوا إنه لا يكاد يكون هناك مبنى في خان يونس إلا ويجدوا به كميات كبيرة جدا من الأسلحة إضافة إلى أعين الأنفاق. وبالتالي فإن مثل هذه الشهادات والإفادات تؤكد أن العملية وعلى الرغم من انخفاض وتيرتها إلا أنها ما تزال تجري في بشكل يعني قوي جدا في أماكن متفرقة من قطاع غزة. ويعني التقرير أيضا وسام يضيف بأن الجيش الإسرائيلي في خان يونس يصب جل يعني قوته على تدمير يعني القوة لكتيبة شرق خان يونس، تلك المنطقة التي تعتبر معقلا لحركة حماس، بل وتشتبه إسرائيل بأنها تضم كنزين، الكنز الأول بالنسبة لإسرائيل هو المخطوفين والثاني هو قيادة حركة حماس، وهذين الأمران أو العاملان يعتبران من يعني الأهداف المعلنة من جانب إسرائيل في هذه الحرب، من جهة استعادة يعني المخطوفين الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، والأمر الآخر هو يعني تصفية الحساب مع حركة حماس، خصوصا أولئك الذين يرتبطون بشكل وثيق بالتخطيط، وأيضا إخراج يعني الهجوم المباغت على إسرائيل في 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي الذي بات يعرف بإسرائيل باسم السبت الأسود. وحتى ذلك الحين يعني وسام فإن المعركة لا تزال جارية، ولكن الهدوء هنا في غلاف غزة في البلدات أيضا هو ما زال سيد الموقف. نرى أن هناك حركة نشطة من قبل المواطنين، يعني الشوارع ممتلئة جدا بالسيارات، هناك حركة تجارية أيضا على الرغم من أنها مقيدة بعض الشيء إلا أنه يوجد هناك حركة تجارية، وهذا دليل على أن سكان غلاف غزة الذين قامت السلطات الإسرائيلية بإخلائهم من بيوتهم إلى أماكن أكثر أمنا داخل إسرائيل ما زالوا يصرون على التعايش مع الحرب وعدم يعني الانطواء وتجاهلها كليا. إذن مراسلنا من الحدود مع غلاف في غزة عمر ربيع، شكرا لك على كل هذه المعلومات، وسنعود معك أيضا في يعني تغطيات أخرى. توجه الآن إلى قطاع غزة والصحفي المختص بشأن الفلسطيني ضياء حسن، تحياتي لك ضياء. إذن ضياء، يعني مراسلنا عمر يقول في غلاف غزة لمدة يومين الهدوء هو سيد الموقف، لم تكن هناك أي صافرات إنذار ولم تكن حتى يعني أي رشقات صاروخية، ويأتي هذا أيضا بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن كشفه عن مصنع لتصنيع الصواريخ في قطاع غزة. نعم هذا صحيح، يعني هنا ملاحظ بشكل كبير عدم تمكن فصائل المقاومة الفلسطينية من إطلاق صواريخ، لكن قد يعود ذلك لأسباب ليس لها علاقة يعني بالعمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل مباشر، أي بمعنى ليس للعمليات العسكرية أو ضبط المصنع أو ضبط العديد حتى ربما من الأنفاق الخاصة بإطلاق الصواريخ أو غيرها أو حتى ما يتعلق بالمناطق التي أو الأهداف أو المواقع الاستراتيجية التي يتم تصنيع فيها الصواريخ، ليس له علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بمنع إطلاق الصواريخ.
إذن يبدو أن يعني هناك خلل في خط الهاتف. سنعود إليك ضياء بعد قليل. توجه الآن إلى إيتان دانغوت، سكرتير عسكري سابق لوزراء أمن إسرائيليين، ضيفي في الاستوديو، تحياتي لك. يعني بداية أتوجه معك لما سألته أيضا لضياء، يتحدثون اليوم عن يومين، الأمس واليوم، غاية في الهدوء، هدوء نسبي في منطقة غلاف غزة، لم تكن هناك صفيرات إنذار، رشقات صاروخية، يأتي أيضا بالتزامن مع الحديث عن إعلان الجيش الإسرائيلي عن الإمساك بعدد مصانع لصواريخ في قطاع غزة. هل ممكن أن نقول أن القدرة العسكرية لحركة حماس قلت، أم هذه مجرد حرب استراتيجية نفسية؟ أنا لم أكن سأخذ عبر من يوم أو يومين مثل ما حدث قبل عدة أيام حين أطلقوا عشرات الصواريخ، لأن طريقة عمل الجيش مكنت التعرف وإيجاد الكثير من فتحات الأنفاق ومنصات الصواريخ ومنصات الإطلاق وتدميرها. طبعا هذه طريقة عمل، وهناك طرق أخرى. الحرب مستمرة حول خان يونس، هناك حرب قوية ضارية في شمال القطاع وفي مخيمات المركز. هذا عمل مدمج بين العمليات واستخدام النار وكذلك استخدام المعلومات الاستخباراتية. لذلك أقول أنه الآن هذه مميزات الحرب، فلن أخرج بخلاصة لا هنا ولا هناك. يجب أن ننتظر ونرى على محور الزمن، وكل يوم يمر يزيد من الإنجازات بالنسبة لضرب قوة حماس. ويجب أن أقول أننا لسنا بوضع يمكنني فيه أن أقول لك أنه 75% من قوات حماس أخدعت، لا يمكن ذلك. هم موجودين في أماكن مختلفة والعملية طويلة. اسمح لي أن أنوه إلى هذه الصور التي نشاهدها الآن في بث مباشر من مدينة تل أبيب، يعني وقفة احتجاجية للضغط على الحكومة على الدخول وجلوس وإعادة صفقة لتحرير المختطفين الإسرائيليين وتبادل مع أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. نتحدث اليوم عن يوم السبت، والتقديرات تشير أنه قد يكون هناك ما يقارب أكثر من 100,000 مواطن إسرائيلي سيخرجون إلى الشوارع وسيقومون بإغلاق شوارع حية في مدينة تل أبيب. هذه هي البداية، وهذه الصور التي نشاهدها الآن في مدينة تل أبيب بالقرب من ميدان المختطفين من أمام وزارة الأمن. ضغط إسرائيلي على الشارع الإسرائيلي، هذه المرة ليس فقط أصوات تطالب بصفقة وإنما أيضا بسقوط الحكومة، ويوجهون أصابع اتهام إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. إذن أعود مرة أخرى إلى ضياء حسن الصحفي المختص في الشأن الفلسطيني في قطاع غزة. يعني ضياء، كنت قد سألتك قبل ذلك يعني عن قلة الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة إلى الغلاف على يومين متتاليين، وسألت ضيفي هنا إيتان دانغوت هذا السؤال، هل ربما نقول أنه قلت القدرة العسكرية لحركة حماس في الآونة الأخيرة، أم هي مجرد حرب نفسية وحماس تقوم بتجهيز صواريخ لأيام أخرى؟ نعم، يعني قد نرى رشقات صاروخية تطال مدن إسرائيلية، وقد نرى رشقات صاروخية تطال مستوطنات الغلاف. هذا أمر باعتقادي طبيعي، باعتقادي ما يجري هو ربما إدارة صراع من قبل حماس للوضع الميداني، أي بمعنى أن حركة حماس لا يمكنها إطلاق الصواريخ في كل وقت، هناك ظروف ميدانية تحتم عليها ربما تأخير إطلاق بعض عمليات أو عمليات إطلاق الصواريخ، هناك ظروف ميدانية تتعلق صحيح بالعمليات العسكرية البرية أو بالقصف الجوي الإسرائيلي وغيره، إلا أن هذا القصف الجوي والعمليات العسكرية المتواصلة على مناطق متفرقة من القطاع قد تؤدي مثلا إلى خلل ما في الوصول إلى مرابط إطلاق الصواريخ أو غيره، لكن في النهاية هذه العمليات تسير ربما وفق أيضا تدرج عملي، أي بمعنى أن حركة حماس تريد إظهار نفسها أنها تريد أو تستطيع التحكم والسيطرة على مستوى العمليات ومستوى التحكم والسيطرة في عملية إطلاق الصواريخ متى ما أرادت ذلك، ومتى ما أرادت إيصال رسائل للجانب الإسرائيلي بذلك، أي بمعنى أنها تستغل بعض عمليات إطلاق الصواريخ
الصواريخ بتوصيل رسائل سياسية أيضا أو بما يحمل رسائل سياسية في عمل للضغط مثلا على إسرائيل خلال مفاوضات أو من غيره، حتى وإن كانت إسرائيل أو حماس في وجود مفاوضات، لكن مفاوضات جارية، هناك مفاوضات خلف الكواليس تجري، هناك ضغوط من جهات مختلفة من أجل ربما كان بدء مفاوضات أكثر جدية، لكن في النهاية المفاوضات والاتصالات لا تتوقف بكل الأحوال. ولذلك موضوع الجيش الإسرائيلي لا يمكن أن ننفي أنه حقق إنجازات في هذا الأمر، لكن هذا لا يعني القضاء بشكل كامل على حماس، لا يعني القضاء بشكل كامل على قدرات حماس. باعتقادي حركة حماس لا زالت تمتلك قدرات، حتى لو ربما يعني لو فرضا انتهت كمية الصواريخ التي لديها أو انتهى الكثير مما لديها وقضت إسرائيل على الكثير من مصانعها وغيرها، لكن باعتقادي لديها لازال إمكانية القتال في الميدان من داخل قطاع غزة بإطلاق صواريخ مضادة للدروع، بتوجيه ضربات للقوات الإسرائيلية، بتفجير أنفاق. يعني في الأيام الماضية شهدنا عودة بتصعيد تدريجي في مناطق شمال قطاع غزة للعمليات البرية الإسرائيلية، وعندما عادت قتل 3 جنود وضابط وجنديين في يوم واحد. ولذلك باعتقادي يعني القوات الإسرائيلية تتكبد خسائر بشرية واضحة، رغم أنها تحاول تحقيق إنجازات عسكرية ضد حركة حماس، لكن حركة حماس لا زالت صامدة على الأقل في الميدان من خلال العمليات التي تقودها برا، حتى وإن لم تطلق الصواريخ. وهذا أمر الصواريخ باعتقادي أصبح يعني أمر ممكن في أي لحظة نسمع إطلاق صواريخ، ممكن في أي لحظة نسمع مثلا تراجع أكثر يعني في عملية إطلاق صواريخ. يعني كنتم تتحدثون عن يومين بدون إطلاق صفارات إنذار أو غيره في مستوطنة غلاف غزة، باعتقادي ممكن في أي لحظة أن نتوقع رشقات صاروخية متتالية ومحاولة إعادة تنظيم بعض الأمور المتعلقة بالوضع الميداني من أجل إطلاق الصواريخ وغيره. ولذلك هذا الأمر أصبح طبيعيا، وباعتقادي نحن في معركة يبدو أنها ستطول أكثر في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق ولم يتم الوصول إلى أي ما يمكن أن يصل بنا إلى حلول. ولذلك حركة حماس أيضا كل قدراتها تحاول تسخيرها بشكل يناسب العمل السياسي ويناسب الضغط على إسرائيل سياسيا وميدانيا. نعم ضياء حسن، ابقى معي، سأعود معك أيضا بعد قليل. أعود مرة أخرى إلى أيتن دانغوت ضيفي في الاستوديو. سيد أيتن، يعني أعود معك إلى هذه الصور التي نشاهدها الآن من مدينة تل أبيب، وقفة احتجاجية للمطالبة بتحرير المختطفين في قطاع غزة وإيقاف الحرب والدخول إلى هدنة. وقبل قليل كانت في حيفا ما يقارب 3000 شخص احتجوا وذهبوا لمظاهرة احتجاجية، ليس فقط لإعادة المختطفين إنما أيضا لإيقاف الحرب بشكل كامل وإسقاط الحكومة. ممكن أن نقول أن هناك أصوات باتت في إسرائيل بعد 3 أشهر، نحن نقترب اليوم 106 لهذه الحرب، التي تريد بالفعل إيقاف الحرب وإسقاط الحكومة والعودة إلى ما كان في كابلان والإصلاحات القضائية والاحتجاجات. أقوم هنا بالتمييز بين موضوع الحرب وموضوع تحرير الرهائن. كما أفهم هذا الاحتجاج يضاف، هذه الاحتجاجات يضاف إليها احتجاج كان أمام بيت رئيس الحكومة، وخلقت هنا أداة فيها رسالة قوية لإسرائيل للدولة. الحكومة برئاسة نتنياهو هو الهدف هو أن يحول قضية إطلاق سراح الأسرى أو المخطوفين إلى الهدف الأول. إن كان هذا يتطلب وقف الحرب لفترة ما، فمن ناحيتي أنا هذا محق. أولا واجب إسرائيل اتجاه مواطنيها هو إعادة المخطوفين بأسرع ما يمكن وبكمية أكبر ما يمكن. هذه هي القضية الأهم. من ناحية الحرب هذه لن تنتهي حتى نصل إلى نقطة نقول فيها بأننا نجحنا بتدمير أو ضرب حماس بشكل كبير، ولن تستطيع بعده العمل كمنظمة إرهابية. والشيء الثالث أن يدخل طرف آخر اللي يأخذ زمام الأمور المدنية بدل حماس. هذا موضوع سيستمر كما قلت لك منذ البداية، هذا سيأخذ وقتا. يجب أن تعطي إسرائيل الأفضلية للأمر القيمي وهو
تحرير الرهائن والالتزام بجلب الأمان للمواطنين، وهذه هي رسالة هذه المظاهرات. يعني من جهة أخرى شهدنا الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال بالأمس أنه ربما في المحادثة الهاتفية التي كانت بينه وبين بيبي نتنياهو أخبره أنه مستعد ربما لإقامة دولة أيضا فلسطينية. الآن سموتريتش رئيس وزير المالية الإسرائيلي يقول بأنه إقامة دولة فلسطينية تعني مرة أخرى 7 أكتوبر جديد، يوجه رسالة إلى بايدن ويقول بأن الشعب الإسرائيلي كاملا لن يرغب إقامة دولة فلسطينية. هل هذه التصريحات الآن في هذا التوقيت وأنت بحاجة إلى الدعم من الولايات المتحدة أن تزيد الطين بلة أكثر على الكابينيت وعلى نتنياهو والضغط في الشارع؟ منظومة العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة هو أهم شيء في السياسة الخارجية. علينا أن نتذكر دائما الدعم الغير مشروط الذي قدمته أمريكا لإسرائيل. أنا أعرف أن الأمريكان يتماهون مع هدف إسرائيل بالقضاء على حماس. هل هذا يتعارض مع قضية الدولتين؟ لا أعتقد. ما أعتقده أن الدرجة هنا ارتفعت لما لا يتناسب مع ما هو موجود. يعني هناك فرق بين الشعب والحكومات. في هذا السياق كنت أدرج الأمور على سلم مختلف. رئيس حكومة إسرائيل لديه هنا لغم مركزي. هل تقوم بهذا سياستك بالنسبة للشعب الإسرائيلي ككل أم أن سياستك فقط تلائم المتطرفين في حكومتك؟ ويجب أن يجد هنا ممر للحكومة الأمريكية وأعضاء حكومته. سموتريتش قال وهو بهذا الصوت يمنع حدوث هذه الأمور في غزة. يجب وهو مطلوب قيادة أن تكون هناك قيادة فلسطينية ولكن مختلفة عما هي عليه الآن. أبو مازن والسلطة الفلسطينية يجب أن يكون هناك مع تغييرات. يجب أن يكون حل مرحلي يدخل إليه أطراف مختلفة. طرف واحد أعرف بأنه يجب أن لا يكون مشارك هو قطر. يجب إتاحة الأمر لمجموعة جديدة ولأطراف جديدة بإشراف إسرائيلي. قضية الدولتين لم نصل إليها بعد. يجب علينا الآن تقوية السلطة الفلسطينية كحكم ذاتي. وبغزة هناك مسافة كبيرة يجب أن نقطعها قبل أن نصل إلى قضية الدولة. نحن بعيدون جدا من هذه القضية. أنت تقول أنك تريد أن يكون هناك وساطة جديدة ولن لا تكون قطر. بداية قطر استطاعت في الوساطة الأولى والهدنة الثانية. ليس بموضوع المخطوفين لأنه لا بديل لديها مغروزتان في قضية الرهائن. وكانت هذه قضية مصلحة استراتيجية لها أن يحدث ما حدث في الهدنة الإنسانية الأولى وكان هناك تبادل لأسرى واستطاعت أن تأتي يعني وقف إطلاق نار لمدة أسبوع وتبادل أسرى وهناك مختطفين ومختطفات نساء وأطفال خرجوا بفضل قطر. أنا لم أقل أننا يجب أن نستبدل قطر في موضوع المخطوفين ولكن بنظرة مستقبلية علينا أن لا نتنازل. أن يوقفوا الحرب لشهر شهرين ثلاثة ليس مهما. إذا سمعت مثلا ما قاله خالد مشعل الذي قال لن يكون وضع مثل هذا دولتين. أنت كنت في 7 أكتوبر تعرف من الموجود أمامك. وكل هذه الفكرة أطراف من حماس ورعاتهم مثل قطر وقطر هذا جزء من الأيديولوجيا الخاصة بها. أنت تعرف ما هي السياسة القطرية. يعني هناك تعامل من طرفين لا سبب لأن تكون دول مثل الإمارات الكويت السعودية قيادة فلسطينية أخرى
دברים تأتي لتنظيف أبو مازن والأشياء السيئة التي يقوم بها هناك. لو سألتني من تجربتي فقط طرف فلسطيني يجب أن يقود قطاع غزة بمسألة إدارة حياتهم المدنية. إسرائيل لن تتنازل عن قضية السيطرة الأمنية، ولكن في المشاركة المستقبلية وفي الدمج المستقبلي ممنوع أن تكون قطر جزءا منه، لأنها أدت إلى نزيف لم يتوقف. ممنوع أن يكونوا شركاء. حاليا قطر تريد أن تكون وسيط، وهم يسكنون لديها، هم يمولونهم، هم يساعدونهم، لذلك فهم الوحيدون، وربما مصر أيضا من ناحية استراتيجية. ولكن سيد دانجور، قطر لن تغير إيديولوجيتها. رئيس الموساد الإسرائيلي ذهب إلى قطر مع بعثة إسرائيلية، تحدث معهم، كان هناك حديث عن بعثة دبلوماسية أيضا من قطر جاءت إلى هنا للحديث عن المختطفين. أنت تقول بأن قطر هي المسؤولة عن مكانها وتدعم الإرهاب على حد وصفك، إذا لماذا إسرائيل تجلس معها بمفاوضات؟ ماذا يعني هذا المصطلح لا نملك سوى قطر؟ لا ميدانة مجلس أنها تبحث معهم، لأنه لا بديل لقطر، هي مشاركة وهي الوحيدة التي تستطيع أن تؤثر. وفي هذا السياق الشيء الثاني، بعد تحرير المخطوفين يجب على إسرائيل أن تقوم بحساب نفس بالنسبة لعلاقاتها مع قطر، وأن تقرر من هم الشركاء العرب الذين هي على استعداد للعمل معهم، مع أطراف فلسطينيين ملائمين. قطر لن تذهب مع السلطة. قطر مولت الإرهاب، قوتهم، وهي الوحيدة القادرة للعمل على موضوع تسريح الرهائن. سيد إيتن دانجور، سكرتير عسكري سابق وزراء الأمن الإسرائيلي، شكرا لك على كل هذه المعلومات. أيضا أشكر شبكة مراسلنا في الميدان، شكرا لكم. ابقوا معي أعزائي المشاهدين، شكرا لكم على المشاهدة. سأعود معكم بعد نصف ساعة في تغطية أخرى.